زميلنا كريم احمد واخر اخبار تمرين النادي الاهلي النهارده. زي ما حضراتكم دائما متعودين معانا كل الاخبار الخاصه بكل ما يحدث داخل النادي الاهلي من خلال زميلنا كريم احمد. ازيك يا كريم وكل سنه وانت طيب. مرحب بيك كابتن الكبير الكابتن اسلام الشاطر، كل سنه طيب طبعا، وكل التحيه ايضا كمان لزميلي العزيز عبد الرحمن ناجي، والتحيه والشكر موصولين الحقيقه لجمهورنا العظيم الكبير جدا، جمهور النادي الاهلي اللي قدم ملحمه كبيره جدا. يا رب ان شاء الله كالعاده يكون جمهور النادي الاهلي الداعم والسند الكبير لفريق النادي الاهلي في البطولات كلها وليس بطوله افريقيا فقط لا غير. كالعاده قول لنا اخر اخبار التمرين النهارده، اعتقد الامور رائعه. بالتاكيد يا كابتن اسلام طبعا، يعني فرحه كبيره جدا، ويعني زي ما بنقول تاجر السعاده هو النادي الاهلي. لما بتشوف الفرحه الكبيره للشعب المصري كله الحقيقه وليس جمهور النادي الاهلي فقط، يعني النهارده مجرد دخولنا الى مقر النادي الاهلي بالجزيره الكل سعيد، الكل بيتكلم على الاجواء، الكل بيتكلم على جمهور النادي الاهلي العظيم والملحمه الكبيره جدا جدا اللي شفناها، اللي يعني ناس كتير قوي فاتتها كتير ان هي ما كانتش موجوده الحقيقه في مباراه الامس. هو ده جمهور النادي الاهلي، وهو ده النادي الاهلي الحقيقه في المباريات الكبيره جدا، التضحيات اللي كانت متواجده الحقيقه والروح والشخصيه وكل الامور والترتيبات الكبيره جدا الحقيقه، بدايه من الدوله المصريه وزاره الداخليه وزاره الصحه وزاره النقل، كل الحقيقه تكاتب بشكل كبير جدا عشان النجاح، وتكون سهره رمضانيه عظيمه جدا شفناها امس باداء ونتيجه اسعدت الحقيقه كل جمهور النادي الاهلي. لكن زي ما النادي الاهلي معودنا وزي ما الجهاز الفني معودنا، وانت من خبرات الكبيره طبعا كابتن فريق النادي الاهلي انت عارف يا كابتن اسلام، يعني لحظات بسيطه جدا بتفرح وطبعا بتطلع اللي عندك، لكن الصفحه بتغلق تماما وبتبقى في دوافع جديده برغبه متجدده لبطوله الدوري العام، البطوله الحقيقه المحببه جدا لكل جمهور النادي الاهلي. عشان كده اقدر اقول لك ان يمكن مستر كولر النهارده في بدايه المران جمع اللعيبه كلها اشاد بيهم وحياهم على ادائهم المميز جدا وعلى روحهم الكبيره وعلى اصرارهم. كمان مستر كولر حقيقه يعني كل التحيه ليه لادارته الفنيه الممتازه جدا وقراءته للمباراه، الراجل يمكن وزع المباراه بشكل كبير جدا، تغييراته كان موفق فيها، الراجل على طول بيحاول ان هو بيقيم يا كابتن اسلام في التدريب، القياسات بيكون ليها دور كبير جدا، المعد النفسي كمان احمد ابو الوفا اللي يمكن قام بدور كبير مع حسين الشحات، وده امر مهم لابد ان احنا ناكد عليه، لان الظروف الحقيقه ما بيكون فيها لعيب كوره ويمكن عنده حاله وفاه والاب يكون يعني متوفي بمحتاجه مجهود كبير جدا، مهما كان المدرب ومهما كان قيمه الكابتن سعد ابو الحفيظ طبعا كمدير الكره، لكن انت عارف المعد النفسي بيكون ليه بعض الامور اللي بيتكلم فيها هيئه بشكل كبير جدا. عشان كده ربنا وفق حسين الحقيقه وادى اداء مميز مع كل المجموعه، عشان كده بنامل الاداء الكبير جدا اللي بنشوفه مع فريق النادي الاهلي يستمر رغم اللود والضغط والتحامل الكبير جدا في المباريات وضغط المباريات، لكن هو ده قدر النادي الاهلي. النهارده اقدر اقول لك تدريبه يعني 60 دقيقه كل المجموعه طبعا اللي شاركت ريحت طبعا بشكل كبير جدا على ان تكون متواجده غدا في تدريب قوي لفريق النادي الاهلي، والمجموعه الاخرى الحقيقه خدت جرعه تدريبيه يعني حتى هذه اللحظه خلاص فاضل اقل من 10 دقائق يا كابتن اسلام، الراجل بيحاول ان هو يدي جرعه تدريبيه كامله لكل المجموعه اللي ما شاركتش، بيحاول يعمل طبعا بعض الفقرات البدنيه، بينهي طبعا التدريب بتقسيم، الراجل بيحاول على طول كل المجموعه تكون في مود التقسيمات في مود المباريات، اللي انت عارف طبعا المشاركات كل عايز يشارك كابتن اسلام، الكره عايز يشارك عبد الرحمن يكون له دور، لكن القيمه الكبيره جدا للنادي الاهلي ان اي حد يكون متواجد يادي اللي موجود بره بقلبه، ودي الحقيقه اللي احنا شفناها، شفنا فرحه ياسر ابراهيم، شفنا كل اللعيبه اللي ما بتشاركش، عشان كده بنقول النادي الاهلي قيمته كبيره جدا وجمهور النادي الاهلي قيمته اكبر، عشان كده بنامل في كل المباريات جمهور النادي الاهلي يكون متواجد بكثافه، اي بطوله النادي الاهلي يشاركها بقيمه الجمهور الكبيره وبالحماس الكبير وبالاصرار المعهود عن فريق النادي الاهلي نقدر نتخطى كل الصعاب. يا رب يحافظ على اللعيبه، الامور طيبه جدا الحمد لله، طمنا على كل اللعيبه، مفيش حد بيشكي من اي حاجه. ماتش امبارح كان فيه بعض طبعا التدخلات، لكن يبقى متولي ان شاء الله اللي بنامل يكون بيشارك في تدريب الغد وبعد غد ان شاء الله، وعلى امل نشوفه بمشيئه الله في مباراه المحله المقرر ليها ان شاء الله في الجوله 23 من بطوله الدوري العام، مباراه مهمه وصعبه جدا، لكن مفيش حاجه صعبه على النادي الاهلي بمشيئه الله. طبعا يعني كابتن ان هو يبقى الماتش بالقوه دي امبارح وتمارين النهارده، الراجل مش عايز يريح، الراجل مركز جدا على ان هو يبقى بكامل قوته في الماتشات اللي جايه، وما ريحش اللعيبه ولا يوم، خلاص داخل على طول في مود الدوري على طول. المباراه الاخرى دائما ما تكون مثل هذه الامور اللي بتودينا من المباراه الاخرى كريم، لكن برضو يعني برضو الناس عايزه تطمن على كل اللاعبين، هل هناك اي امور خاصه باصابات باستثناء طبعا محمود متولي، لكن يعني الحمد لله والشكر لله لاول مره من زمان قوي اللعيبه كلها طلعت امبارح، الحمد لله الحمد لله، ربنا يعني نمسك الخشب مفيش اي حد مصاب ولا حاجه.
الحمد لله كابتن اسلام، يعني كنا شايلين هم الحوار ده، لان انت عارف يعني في لعيبه شاركت في المنتخب الوطني، وايضا كمان لاعبينا المحترفين شاركوا بحمل بدني كبير جدا مع الحماس الكبير، ومع 90 دقيقه كان فيها قوه والتحامات وسرعه، فحبينا نطمن من الجهاز الطبي كالعاده طبعا من رئيس الجهاز الطبي دكتور احمد ابو عبله، الكل الحمد لله سليم، الكل ما بيشكيش من اي حاجه. التضحيات كانت مهمه جدا امس، عشان كده بنقول يعني بقى يا رب ان شاء الله يحافظ على لعيبه النادي الاهلي يتبقانا متولي، بنامل في مره نخش المباراه بالسكواد كامل، لكن يعني يمكن هي تلاحق المباراه الكبير جدا اللي بنشوفه في المباريات وفي بطوله الدوري العام وفي البطوله الافريقيه، ده اللي بيخلينا نفقد عدد من اللاعبين، لكن ان شاء الله باذن الله كل لعيبه النادي الاهلي ربنا يحافظ عليها. مباراه المحله مباراه مهمه جدا ان شاء الله باذن الله، يستمر التركيز، يستمر مستر كولر في قراءته الفنيه والجهاز الفني الحقيقه المتكامل، ياسين المكاري اللي بيقوم بدور مميز جدا، هارالد ايضا كمان المدرب العام كابتن سامي قمصان، الكل الحقيقه بيجتهد، عشان كده النجاح بينسب للكل. يا رب ان شاء الله على طول النادي الاهلي يفرح الشعب المصري بالكامل في كل البطولات، بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه، وايضا كمان بنامل ان شاء الله مباراه السوبر باذن الله نتخطى مباراه بيراميدز، ولا كل حدث حديث بمشيئه الله. كابتن اسلام زميلي العزيز عبد الرحمن ناجي، شكرا يا كريم، تغطيه جميله. معلش يا عبد الرحمن، قبل ما نشكر كريم اخيرا، يعني لان ناس كتيره بعت لي دلوقتي، واحمد عبد القادر موجود في التمرين مش كده؟ موجودة يا كابتن اسلام، يعني حضر المحاضره اللي يمكن مستر كولر اكدنا عليها في البدايه، اتكلم مع اللعيبه، ويمكن طبعا القرار الخاص بمجلس اداره النادي الاهلي والكوره وايضا كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ كان قرار مهم جدا، هي رساله مهمه جدا للنادي الاهلي قيمته كبيره، خلاص يمكن عبد القادر لابد ان هو طبعا يتقبل هذه العقوبه ويستمر طبعا في تركيزه وفي تدريباته، والفرصه من جديد تعود ليه باشاره طبعا من مستر كولر. الراجل هو يدي الحق لاصحابه، الراجل لما بيلاقي لعيب بيجتهد بيديله، لعيب مقصر بيقعده بره مهما كانت قيمته الفنيه ومهما كانت اسمه الكبير جدا. عشان كده دي رساله مهمه جدا للكل الحقيقه، وليس لعبد القادر فقط، النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، مبادئ وقيم ماشيين عليها بقالنا سنين، فيا رب ان شاء الله باذن الله تكون رساله بسيطه جدا للي احمد عبد القادر ويعود من جديد للتالق مع فريق النادي الاهلي. ده مهم جدا، لانه انا الحقيقه جايلي مسجز كثيره جدا بتقول لي هذا الامر، ولكن من خلال زميلنا كريم احمد اللي هو متواجد جوه النادي الاهلي جوه استاد التتش، بيقول ان كابتن احمد عبد القادر. طب برضه بيقولوا لي بيرسي تاو، اخبار بيرسي تاو ايه؟ عفوا يا كابتن اسلام، معلش، بيقولوا لي على بيرسي تاو برضه، هل بيرسي تاو حضر التمرين؟ الكل متواجد، لكن المجموعه كلها كابتن اسلام اللي شاركت في تام ريكفري طبعا، وحاجات بسيطه جدا، لكن الكل متواجد. انت عارف طبعا بعد المباراه مستر كولر بيبقى حريص قوي ان هو يجمع اللعيبه بعد المباراه على طول بيوم، وبيدي اليوم اللي بعديه راحه، لكن مفيش وقت، انت عارف المباراه يوم 5، فعشان كده النادي الاهلي مستمر في تدريباته، يا رب ان شاء الله يحافظ على لعيبتنا والكل يبقى جاهز حتى موعد المباراه بمشيئه الله. تمام. شكرا يا كريم، تغطيه ممتازه كالعاده، متالق يعني كعادتك يا كريم الحقيقه. شكرك عبد الرحمن، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لزميلنا كريم احمد.